بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود رحمهم الله. وقال: سُئل أحمد رحمه الله عنها فقال: ابن مسعود رضي الله عنه يكره هذا كله. قال الشارح رحمه الله: قوله باب ما جاء في النشرة بضم النون كما في القاموس من كتب اللغة. قال أبو السعادات رحمه الله: النشرة ضرب من العلاج، ضرب أي نوع من العلاج والرقية، يعالج به من يظن أن به مسا من الجن. سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره أي ما خالطه من الداء، أي يكشف ويزال. قال الحسن رحمه الله: النشرة من السحر، إذا كان بالسحر فهو حرام لأن السحر كفر. وقد نشرت عنه تنشيرا ومنه الحديث: فلعل طبا أصابه، أي سحرا أصابه، ثم نشره بقل أعوذ برب الناس أي رقاه. قرأ سورة الناس ونفث عليه فعافاه الله. وقال ابن الجوزي رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور، أي إزالة السحر عن المسحور، ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر، وهذا باطل، لا يجوز إخراج السحر بالسحر، ولكن بالرقية بآيات القرآن كآية الكرسي والمعوذات وسورة الفاتحة وسورة البقرة وغير ذلك من القرآن الكريم والأدعية الصحيحة النبوية، فهذا مشروع. وأما إزالة السحر بالسحر فهذا لا يجوز. قال: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من الشيطان. إزالة السحر بالسحر هذا من عمل الشيطان، لا يجوز. رواه أحمد بإسناد جيد وأبو داود رحمهم الله. وقال: سئل أحمد رحمه الله عنها فقال: ابن مسعود رضي الله عنه يكره هذا كله. فإزالة السحر بالسحر هذا لا يجوز. هذا الحديث رواه أحمد رحمه الله. قال المعلق: إسناده حسن. ورواه عنه أبو داود رحمه الله في سننه، والفضل بن زياد في كتاب المسائل رحمه الله عن عبد الرزاق عن عقيل ابن معقل ابن منبه عن جابر رضي الله عنه فذكره. قال ابن مفلح رحمه الله: إسناده جيد. وحسن الحافظ ابن حجر رحمه الله إسناده. قوله سئل عن النشرة، والألف واللام في النشرة للعهد، أي النشرة المعهودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونها، هي من عمل الشيطان. إزالة السحر بالسحر هذا لا يجوز. قوله
وقال: سُئل أحمد رحمه الله عنها، فقال: ابن مسعود رضي الله عنه يكره هذا كله. أراد أحمد رحمه الله أن ابن مسعود رضي الله عنه يكره النشرة التي هي من عمل الشيطان، كما يكره تعليق التمائم مطلقًا. قوله: وللبخاري رحمه الله عن قتادة رحمه الله: قلت لابن المسيب رحمه الله: رجل به طب، أي سحر، أو يؤخذ عن امرأته، أي لا يقدر أن يجامع زوجته، أي يحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. يعني إذا كان بالرقية بالقرآن الكريم وبالأدعية الصحيحة، هذا مشروع أن يقرأ عليه آية الكرسي والمعوذتين وسورة الفاتحة ونحو ذلك والأدعية الصحيحة النبوية، هذا مشروع. وأما إزالة السحر بالسحر هذا لا يجوز. قوله عن قتادة: وابن دعامة بكسر الدال، الدوسي ثقة فقيه من أحفظ التابعين رحمهم الله، قالوا: إنه ولد أكمه، أي ولد لا يبصر رحمه الله، مات سنة 110، يعني 110 من الهجرة رحمه الله. قوله: رجل به طب، بكسر الطاء أي سحر، يقال طب الرجل بالضم إذا سحر، ويقال كنوا عن السحر بالطب تفاؤلا، يعني أنه يطيب بإذن الله، كما يقال للذيذ الذي دقته الحية أو العقرب سليم تفاؤلا بأنه سيسلم بإذن الله. وقال ابن الأنباري: الطب من الأضداد، يقال لعلاج الداء طب، والسحر من الداء يقال له طب. قوله: يؤخذ بفتح الواو مهموزة وتشديد الخاء المعجمة وبعدها ذال معجمة، أي يحبس عن امرأته، أي لا يقدر أن يجامع امرأته ولا يصل إلى جماعها. والأخذ بضم الهمزة، الكلام الذي يقوله الساحر، فلا يجوز إخراج السحر بالسحر، ولكن بالرقى الشرعية بالآيات القرآنية والأدعية الصحيحة النبوية. قوله: أيحل بضم الياء وفتح الحاء مبني للمفعول، أي أيزال عنه. قوله: أو ينشر بتشديد المعجمة. قوله: لا بأس به، يعني أن النشر لا بأس بها، يعني بالآيات القرآنية والأدعية الصحيحة النبوية، لأنهم يريدون بها الإصلاح، أي إزالة السحر، ولم ينهى عما يراد به الإصلاح. وهذا من ابن المسيب رحمه الله يحمل على نوع من النشرة لا يعلم أنه سحر، يعني بالرقى الشرعية بآية الكرسي والمعوذتين وسورة البقرة وغير ذلك من الآيات القرآنية والأدعية الصحيحة النبوية، فهذا مشروع. وأما إزالة السحر بالسحر فهذا لا يجوز. قوله: وروى الحسن رحمه الله أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. هذا الأثر ذكره ابن القيم الجوزي في جامع المسانيد رحمه الله. فإزالة السحر بالسحر حرام، لا يجوز. وأما بالرقى بالآيات القرآنية والأدعية الصحيحة النبوية هذا مشروع. والحسن هو ابن أبي الحسن، واسمه يسار بالتحتية والمهملة، البصري الأنصاري مولاهم رحمه الله، ثقة فقيه إمام من خيار التابعين رحمهم الله، مات سنة 110، يعني 110 من الهجرة رحمه الله، وقد قارب 90، أي قارب عمره 90 رحمه الله. قوله: قال ابن القيم رحمه الله
النشرة حل السحر عن المسحور، أي إزالة السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل السحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان إلى آخره، فإزالة السحر بالسحر هذا حرام وكفر. ومما جاء في صفة النشرة الجائزة ما رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ رحمهم الله عن ليث ابن أبي سليم قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله. ليث ابن أبي سليم رحمه الله قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله، تقرأ في إناء فيه ماء، تقرأ هذه الآيات في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور، لأن الآية التي في سورة يونس: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وقوله: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون إلى آخر الآيات الأربع. وقوله: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، تقرأ هذه الآيات وينفث في الماء ويصب على رأس المسحور فيشفيه الله بإذنه وفضله سبحانه. وقال ابن بطال رحمه الله في كتاب وهب بن منبه رحمه الله أنه يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر، شجر السدر معروف، يؤخذ 7 ورقات من الشجر من السدر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء، يخلطه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل، أي قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وقل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، ثم يحسو منه 3 حسوات، أي يشرب منه 3 حسوات، ثم يغتسل به، يذهب عنه كل ما به بإذن الله، هو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. فمثل هذا الرقى بالآيات القرآنية والأدعية الصحيحة النبوية هذا مشروع. قلت قول العلامة ابن القيم رحمه الله، والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة فهو جائز. يشير رحمه الله إلى مثل هذا، وعليه يحمل كلام من أجاز النشرة من العلماء، يعني بالرقية بالآيات القرآنية. والحاصل أن ما كان منه بالسحر فيحرم، وما كان بالقرآن والدعوات والأدوية المباحة فجائز، والله أعلم. فإزالة السحر بالسحر محرم، وأما بالرقى بالآيات القرآنية والأدعية الصحيحة النبوية هذا مشروع. باب ما جاء في التطير التشاؤم، وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقوله: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. التطير التشاؤم، وهو شرك. قال الشارح: قوله باب ما جاء في التطير، أي من النهي عنه والوعيد فيه، مصدر تطير يتطير، والطيرة بكسر الطاء وفتح الياء، وقد تسكن، اسم مصدر من تطير طيرة، كما يقال تخير خيرة، ولم يجئ في المصادر على هذه الزنة أي على هذا الوزن غيرهما. وأصله التطير أي التشاؤم بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما، وكان ذلك يصدهم أي يصد المشركين عن مقاصدهم،
فنفاه الشارع وأبطله. الرسول عليه الصلاة والسلام أبطل ذلك وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع ولا دفع ضر، فلا يجوز التشاؤم. كانوا يزجرون الطير، فإن طار جهة اليمين قالوا خير، وإذا طار جهة الشمال قالوا شر. وكذلك الغزال، ينفرون الغزال، فإذا أخذ جهة اليمين قالوا خير، وإذا أخذ جهة الشمال قالوا شر. وهذا كله من وساوس الشيطان. لا يجوز التطير والتشاؤم، بل يجب على المسلم أن يتوكل على الله. إذا خرجت من بيتك قل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فالله يحفظك، ولا تلتفت إلى هذه الوساوس الشيطانية. قال المدائني: سألت رؤبة ابن العجاج قلت: ما السانح؟ قال: ما ولاك ميامنة. إذا طار جهة اليمين قالوا سانح. قلت: فما البارح؟ قال: ما ولاك مياسرة إذا طار جهة الشمال. والذي يجيء من أمامك فهو الناطح والنطيح، والذي يجيء من خلفك فهو القاعد والقعيد. هذه خرافات شيطانية، فلا يجوز التشاؤم بشيء، بل يجب على المسلم أن يعتمد على الله ويتوكل على الله جل جلاله. ولما كانت الطيرة من الشرك المنافي لكمال التوحيد الواجب، لكونها من إلقاء الشيطان وتحويفه ووسوسته، ذكرها المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد تحذيرًا مما ينافي كمال التوحيد الواجب. قال المعلق: وذلك بتعلق القلب بها خوفًا وطمعًا، ومنافاتها للتوكل على الله الذي لا ينفع ولا يضر غيره، واعتقاد النفع والضر في طائر ونحوه لا علم عنده ولا قصد، وإنما تذهب وتجيء في ضرورة معايشها وشؤونها. فاعتقاد أن لهذه الحركات ذات اليمين وذات الشمال أثرًا في جلب خير أو دفع ضر من سخف العقول، أي من فساد العقول وفساد الفطر وتمكن الخرافات والجهل وعمل القلوب. وهذا اعتقاد المنجمين في النجوم التي سخرها الله تعالى تجري في بروجها ومداراتها المستقر لها، يعتقدوا لها تأثيرًا في الكون، وهو اعتقاد الصابئة، جنس من الكفار الذين أرسل الله إليهم إبراهيم عليه السلام يدعوهم إلى التوحيد. فلا يجوز التطير والتشاؤم، بل يجب على المسلم أن يتوكل على الله جل جلاله. قوله وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، ذكر تعالى هذه الآية في سياق قوله: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. المعنى أن آل فرعون كانوا إذا أصابتهم الحسنة، أي الخصب والسعة والعافية كما فسره مجاهد رحمه الله وغيره، قالوا لنا هذه، أي نحن الجديرون والحقيقون به ونحن أهله. وإن تصبهم سيئة، أي بلاء وقحط، تطيروا بموسى عليه السلام ومن معه، فيقولون: هذا بسبب موسى عليه السلام وأصحابه، أصابنا بشومهم. فقال تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: طائرهم ما قضي عليهم وقدر لهم. وفي رواية: شؤمهم عند الله تعالى ومن قبله، أي إنما جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله. قوله: ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي أن أكثرهم جهال لا يدرون،
ولو فهموا وعقلوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى عليه السلام إلا الخير والبركة والسعادة والفلاح لمن آمن به واتبعه. قوله وقول الله تعالى: قالوا طائركم معكم، المعنى والله أعلم حظكم وما نابكم من شر معكم بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين، ليس هو من أجلنا ولا بسببنا بل ببغيكم وعدوانكم، فطائر الباغي الظالم معه، فما وقع به من الشر فهو سببه الجالب له، وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته وعدله، كما قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أو يحتمل أن يكون المعنى طائركم معكم أي راجع عليكم، فالتطير الذي حصل لكم إنما يعود عليكم، وهذا من باب القصاص في الكلام. ونظيره قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، لا تقولوا وعليكم السلام، قولوا وعليكم، لأنهم يقولون السلام عليكم أي الموت عليكم، فنقول وعليكم. ذكره ابن القيم رحمه الله. قوله تعالى: أئن ذكرتم أي من أجل أن ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله قابلتمونا بهذا الكلام، بل أنتم قوم مسرفون. قال قتادة رحمه الله: أئن ذكرناكم بالله تطيرتم بنا. ومناسبة الآيتين للترجمة أن التطير من عمل أهل الجاهلية والمشركين، وقد ذمهم الله تعالى به ومقتهم أبغضهم، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التطير وأخبر أنه شرك كما سيأتي في أحاديث الباب.